ستستأنف غدا، ولكن بالنسبة لي يعني المدرسة موجودة، ولكن أعتقد على أنه السناء المؤلم وأن المدرسة موجودة ولكن التلاميذ غير موجودين بالبتة لأنهم أغلبهم توفوا بالأمس. السلام عليكم إخوان، بتكون بارتاجوا معي واحد الحالة إنسانية. الثلاثة البنات تفاليهم باهم مهم شتهم شتهم وبنتهم صغيرة، بقاو ثلاثة ما بقى عندهم تشحت، ما بقى عندهم عمهم، ما بقى عندهم تشحت. ولا إخوان الله يجزيكم بخير، هاد الناس بغينا يعني هاد الفيديو يوصل جميع الناس اللي هيعاونوا هاد الناس اللي طاحت عليهم دارهم وقع عندهم تشحت. بسم الله الرحمن الرحيم، نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة. طيابة راهي حاصلين، السكان حاصلين، ما عادش قدروا حتى يطلعوا. المية راهي قريب وصلوا للدور الثاني. نداء استغاثة للحكومات، للقيادة، نداء استغاثة. راهم الناس حاصلين، الناس حاصلين في عشانة قاعدين فوق السطوح. الله يرحم والديكم، الله يبارك فيكم. نداء استغاثة، نداء استغاثة. السلام عليكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أوجاع ثم أوجاع، لطفا بنا يا الله ولطفا ببلدان المسلمين. لقد اشتد علينا البلاء يا الله، اللهم لطفا بنا. بعد فاجعة زلزال الحوج الذي ذهب ضحيته أكثر من 2862 قتيل وأكثر من 2562 جريح إلى حدود الساعة، ولا زال هناك من أخواننا تحت الأنقاض. في خبر عاجل وحصري وخبر يعني محزن، بلد آخر، بلدنا الحبيب ليبيا، يتعرض إلى إعصار مدمر، دمر الآلاف المنازل ودمر يعني بهذا الإعصار مدينة بأكملها راح ضحيتها إلى حدود الساعة الذي يعني أحضر في هذا الفيديو أكثر من 2000 قتيل وأكثر من الآلاف إلى حدود ساعة غير محصية مفقودة في المياه. يعني الارتفاع ديال القتلى في ليبيا الآن بهذه الفيضانات بهذا الإعصار ممكن يوصل للآلاف. فيا الله لطفا بنا، يا الله لطفا بنا، لم نقوى على الكثير من الأوجاع، لقد اشتد علينا البلاء. اللهم ارحم إخواننا الشهداء اللي ماتوا في الزلزال ديال المغرب، واللهم تغمد برحمتك شهداء الذي ماتوا في الإعصار وفي الدمار اللي الآن جان الخبر من ليبيا. إخواننا الليبيين، نحن كلنا أمة واحدة، فهذا يوجعنا، فلطفا بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نبدأ الخوت بالفيديوهات اللي جاتنا الآن من ليبيا، اللي راح أكثر في دقيقة واحدة أكثر تقريبا من 2000 قتيل، والرقم قابل للارتفاع. شوفوا الخوت الفيديوهات اللي جاتنا من ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة. لا إله إلا الله، طيابة راهي حاصلين، السكان حاصلين، ما عادش قدروا حتى يطلعوا. المية راهي قريب وصلوا للدور الثاني. نداء استغاثة للحكومات، للقيادة، نداء استغاثة. راهم الناس حاصلين، الناس حاصلين في عشانة قاعدين فوق السطوح. الله يرحم والديكم، الله يبارك فيكم. نداء استغاثة. لا إله إلا الله، اللهم لطفا بي إخواننا. نعم الخط، شوفوا الفيديوهات اللي كتوصلنا الآن من ليبيا. ليبيا الآن تتعرض إلى دمار، آلاف المنازل الآن تحت المياه، غمرتها المياه، حتى السد بعد ما ارتفع بالمياه يعني عمر وامتلأ، داك السد انفجر والآن دام مدينة على قدها اللي هي مدينة درنا. شوفوا الخط الفيديوهات اللي كتوصلنا، وهذا هو الخبر. وندوزوا لخوتنا ديال الزلزال كذلك، اللي مازال الجرح على جرح وألم على ألم. لذلك لا يسعنا إلا أن نترحم على الشهداء وأن نطلب من الله عز وجل اللطف بالأمة الإسلامية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنا الليبية وحدها، فقط مدينة درنا الآن 2000 قتيل والآلاف المفقودين، يعني اللي باقي ما حسبوهمش باش يعرفوا شحال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية. لا إله إلا الله،
حيث قالت رئيس الحكومة المكلف تصريح صحفي نقلته الوكالة إن أحياء سكنية اختفت بأكملها. أحياء سكنية مدينة على قد تختفي بعدما جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها. الآلاف ديال السكان الآن جرفهم الوادي الداهم لحم في البحر، الآن كيحصيو إلى حدود 2000 والعدد قابل للارتفاع. اللهم لطفك بإخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم لطفك بإخواننا في وطننا الحبيب المغرب جراء الزلزال. لا يسعنا الخوض، خصنا نرجعوا إلى الله عز وجل، خصنا نرجعوا إلى الصلاة إلى العبادة، هذا هو الآن الحل الوحيد. خصنا نرجعوا نستقموا لأن غضب الله عز وجل يشتد علينا وابتلاؤه يشتد علينا. اللهم لطفك بنا يا أرحم الراحمين. الخوض نشوفوا كذلك كما كنشوفوا غادي نتابعوا ان شاء الله الفيضانات اللي كاينه في ليبيا، وغادي نوقفوا مع خوتنا في ليبيا يعني بالقلب وبكل شيء ان شاء الله، ونتمنى لهم السلامه والعافيه. لكن نبداو الخوت باخبار ديال الزلزال المغرب. نخليكم الخوت مع هذه اللقطه التي المتني. راه هذا الفيديو فاش كنبغي نحضر الفيديو راني انا بعدا منهك نفسيا، نفسيا حالتي منهكه، لانني باش نحضر فيديو كنخصني نقلب على فيديوهات، لكن بدا نقلب شحال مره شاد فيديو اقسم بالله تلقى راسي كنبكي. يعني مؤلم هادشي اللي كنشوفه، اقسم بالله مؤلم وكيالمنا في نفسنا باش جيت نحضر فيديو دوي عليه، راه كنتعذبوا وكنقولوا خصنا نديروا نوصلوا الرساله ديالنا. فالله يجزيكم بخير، اللايكات والبارطاج باش توصل المعلومات، وندعيو كاملين عليكم بالله كل اللي كيتفرج في هذا الفيديو البارطاج واللايكات والدعاء، اكثريه الدعاء، وفي لي كومونتير بغيت نشوف الدعاء ديالكم كاملين. دعيو للامه الاسلاميه باللطف وبان الله عز وجل يرفع علينا هذا الغضب، يرفع علينا هذا البلاء، ارفعوا علينا يا ارحم الراحمين. خليكم الخوت مع الفيديو اللي المني. لا اله الا الله. ستستأنف غدا، ولكن بالنسبة لي يعني المدرسة موجودة، ولكن أعتقد على أنه السناء المؤلم وأن المدرسة موجودة ولكن التلاميذ غير موجودين بالبتة، لأنهم أغلبهم توفوا بالأمس أو يوم الجمعة. يعني التلاميذ غير موجودين والأساتذة غير موجودين في الدول، لأن أغلبهم قضوا في هذا في هذا الزلزال. المدارس غادي يستأنفوا الدراسة، جميع المدارس المنكوبة، الأساسيد كاينين والمدرسة واجدة والطاولة بقى في بلاصتها، لكن التلاميذ ما كاينينش مسكنين، توفى وتغمدهم الله برحمته وجعل من طيور الجنة وجعل من الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ونحسبهم عند الله كذلك. نعم الخوت، لا إله إلا الله. شوفوا الخوت اللي كيتلج يعني بعد هذه المحنة اللي شفنا الآن في المغرب، ما أتلج صدورنا هو التدخل ديال جلالة الملك والتدخل ديال الجيش المغربي اللي ننوه به. حقيقة شفنا الجيش المغربي مساكن يعني واقفين ليل نهار، الإسعافات، رجال الوقاية المدنية كلهم يعني نعطيهم التحية، ولكن كان واحد السند وراء هاد الجنود وهاد العسكر وجلالة الملك الشعب المغربي. عرفتي الشعب المغربي اعطى درسا للعالم، العالم الان كيضرب المثل ديال المواطنه بالشعب المغربي، فقير غني اي واحد. خليكم الخوت مع الفيديوهات اللي حقيقه كتبرد علينا شويه المصيبه، كنقولوا شو الشعب كيفاش متضامن، شو الشعب كيفاش واحد، شو الشعب كيفاش كيقسم خبزه بيناتهم. هذا هو اللي خلانا اننا نعتزوا بهذا الراي ونعتزوا بشرف انتماء الى المغرب والى هذا الوطن. شوفوا الخوت الفيديوهات اللي وصلتنا من عده مدن. شوفوا مثلا هذا الرجل، هذا الرجل رغم الفقر، رغم انه ما كيملك لا سياره لا رونج روفر، ما كيملك شركات بحال اخ نوش، ما كيملك لا شركات بحال بن جلون لا والو، بيكالا وعنده خنيشه ديال الطحين مفتوحه كان كيصايب بها الخبيزات لوليداتو، حيدها من مال الدار قال لهم حنا عندنا كيفاش نديبانيو، ودارها على البيكالا ديالو وداها لهذ القافله باش انه يعاونهم. قمه المواطنه، قمه التضامن، قمه الاحسان، قمه الوقوف مع اخوك المسلم مع وطنك. هذا الرجل هذا جسدها بالبيكالا ديالو، داك الخنيشه ديال الطحين اللي هي مفتوحه، ومن اللي جا ما بغى لا يتصور لا حتى شي حاجه، فقط انهم صوروه غير يعني شدوه، جا وحط الخنيشه ديالو وصافي وركب على بيكالته ومشى. هذه قمه المواطنه وقمه التآجر مع خوتنا. كنقول للمواطن المغاربة انتم فخرنا، اقسم بالله نفتخر بكم. كذلك شوفوا الخوت، بركان، مدينه بركان الحبيبه، شوفوا الفيديو. تبارك الله، جبل ديال المساعدات ما شاء الله، بركان المدينه الصغيره وذات القلب الكبير. كاين شي 4 ديال الكاميرات اللي تعرفوا باقي عاد الحبيبه.
بارك الله ما شاء الله. الناس راها جايبه جبل الموت. شوفوا شوفوا هذه الصوره هذه، شوفوا النساء وكل شيء واقف، كل شيء يد واحده، امهات كل شيء هبطوا من ديورهم خلاو شغلهم، ما بقاوش باغيين الان يقادوا حتى حاجه في ديورهم. شو مدينه مراكش، شو كيفاش كي ضربيده جميع المدن الخوت، شو الشعب على قدو متحد، نساء رجال بزيف بلا زيف، راجل كبير دري صغير شاب، كل شيء شعب واحد تحت رايه واحده وتحت دم واحد، الامه الاسلاميه الامه المغربيه في الشدائد، هكذا يعني كيفاش كتبان. شوفوا الخوت كذلك، شوف الناس ديال كذلك ديال اوروبا، نو الناس ديال الحسيمه عفوا، شوفوا الخوت الناس ديال الحسيمه، شوف الناس ديال الحسيمه كذلك، حسيمه اللي ما نساتش الجميل، اللي ما نساتش ملي ربي ابتلاها بالزلزال المغاربه مشاو كانوا يوقفوا معاه. شوف القادم افضل، شكرا للتسمروي، كل شيء شوف مساهمات من الجميع من الجميع، الناظور كذلك، شوف الناظور الاول الاخوان هو ساليناه، الثاني الاول هو تسالي، شوف الناظور ما لقاوش حتى فين يعمروا، كاينين كم يعمروهم الحمد لله، ومازال بقى هنايا هو الكاميون الاول، الكاميون الاول هو تسالى والكاميون الثاني كيتعمر. نفتخر بك، ها هو انتم فخرنا، انتم فخرنا، ها هو الكاميون الاول ساليناه غير اليوم في الصباح، يلاه بدا 4 سوايع عمرنا كاميون، وغيتعمر كاميون اخر، وغنعمروا كاميون ثاني ان شاء الله. نضوع هذا نداء المغرب، نداء الوطن باش نبينوا بلي الريافه راهو اول من يستجيبوا النداء ديال الوطن ديالنا، والخزي والعار على المسؤولين، ما بين حتى واحد فيهم، نقطه مهمه الخزي والعار على المسؤولين، وبرافو للمواطن المغربي. شوفوا كذلك الخوت، يعني وصلتنا يعني عده فيديوهات، شوفوا التضامن اللي جانا مع خوتنا العرب كاملين، داروا الفيديو هذا اللي جميل حقيقة. من جيرانكم في الجزائر، نتمنىكم تكونوا بخير والله يرحم اللي ماتوا. من تونس الخضراء لمراكش الحمراء، انا لله وانا اليه راجعون، نحن معاكم شعبا وحكومه، نحن معاكم قولا وفعلا، اللي صار عليكم مسنا ومس العالم الكل، وكيف موقفنا معاكم في كاس العالم، نحن معاكم في السراء والضراء. من مصر كونوا اقوياء، ربنا معاكم. من السودان قلوبنا معاكم. من سوريا مصابنا واحد، والله يرحم جميع اللي ماتوا. من العراق اقصى المشرق العربي لاقصى المغرب، قلوبنا معاكم. From the people of the Philippines, we are with you. We are praying for you and we stand with you during this difficult time. Pakistan apne Marrakesh bhaiyon ke saath is mushkil ghadi mein khada hai. Hum har lamha aapke liye dua kar rahe hain. Ben Türk'üm. Yakın zamanda deprem felaketi yaşamış biri olarak Faslı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Tüm dualarımız sizinle. كما شفنا التضامن والتكافل اللي حقيقة نفتخر به، والله إلا كنفتخروا بهالتضامن والتكافل. كذلك الخوت ما ننساش أنني ننوه بواحد القضية اللي هي مهمة وكذلك تثلج صدرنا، اللي هي التكافل ديال الجالية المغربية. الجالية المغربية أنا شخصيا عندي بعض العائلات اللي اتصلوا بيا من منطقة الحوج، بالضبط من واحد القرية اللي مازال إلى حدود الساعة ما وصلتهاش المساعدة، إلى حدود الساعة بقى ما وصلتها والو ديال المساعدة، فاتصلوا بيا بزاف ديال الناس. من هذا المنبر كنقول للمحسنين هنا في إسبانيا ولا في أوروبا اللي بغى يتواصل مع شي عائلة مباشرة، عفوا مباشرة يتصل بيا، نخلي ليه النمرة، يتصل بيا عن طريق الانستغرام، الانستغرام هو مصطفى البارودي، نخلي ليه النمرة ديال العائلات، العائلة كدير لك ابيل فيديو تشوف القرية بأنها باقي معزولة، باقي ما وصلتهم المساعدة، وساعد أنت مباشرة، الناس اللي باغا تساعد العائلة مباشرة، ما تصيفط لها حتى شي واحد، صيفط لاكارت ديال السيد يتصل به، ابيل فيديو يوريك الناس المتضررين، الناس اللي مازالين تحت الأنقاض، الناس اللي مازال كتنعس الآن في البرد وما عندهاش حتى باش ما تفرش ما والو، مازال ما وصلها والو، وساعدوهم الله يجزيكم بخير. اللي بغى يتواصل معايا عن طريق الانستغرام ندوز لكم الارقام ديال الناس المتضرره، وبزاف ديال الناس ديال الجاليه المغربيه الله يجزيهم بخير، الله ينصرهم، الناس ديال بلجيكا، سيدي محمد ديال بلجيكا، الاخوان ديال هنا ديال اسبانيا، بزاف واحد الاخت هنا في اسبانيا كذلك، بزاف يعني تبارك الله اللي بغاو انهم يتواصلوا مع الناس المتضرره في ذاك البوادي ديريكتومون. انا عندي كونتاكتو ديال بزاف ديال الناس اللي مساكن، تواصلوا معايا عن طريق القناه
واللي بغى يتواصل معهم كذلك ويعاونهم فما غادي نزيدوه الا الخير. وكنشكر من هذا المنبر المحسنين اللي كيثقوا في القناه واللي كيصيفطوا للناس يعني اللي استنجدوا بالقناه يعني ديريكت هما، انا ما كنشد مع حتى واحد كندوزهم ديريكت للناس. فكنشكر السي محمد ديال بلجيكا والاخت هنا كذلك بشرى ديال 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 اسبانيا وبزاف الاخوان اللي يعني قالوا لي بلا ما نذكر الاسماء ديالنا، وحتى الاخوان هذو ما قالوا لي بلا ما نذكر يعني غير اسم بدون لقب اللي صيفطوا يعني وعاونوا فعلا اسر الى في هذه الساعه هذه. كنقول لهم هكذا يكون الجاليه المغربيه. كذلك الخوت السيارات اللي خرجوا ديال ديال الجاليه المغربيه من بلجيكا عامرين ديال فرنسا يعني الخيرات كامله مساعدات حتى الاسعافات حتى اسعاف سيارات الاسعاف هبطوا جوج من بلجيكا مع شحال من فرنسا اسبانيا دوله عاونات المغرب بجميع الطقم. كذلك انا اتصلت شخصيا بالقنصليه اليوم وقالوا لي بانهم حتى هما راه كينسقوا مع السلطات المغربيه وممكن بانهم حتى هما ينظموا شي حمله ديال التعاون ديال جمع الافرشه والمواد المساعدات وكذا. ان شاء الله ملي غادي تكون انا غادي نقولها لكم باش كاملين نهبوا لها القنصليه المغربيه ولا كان شي مساعده نقدموها الان. الى حدود الساعه المساعده المتوفره هي هنا في سيبيا هي انكم يعني اللي بغى يصيفط الفلوس اما للاسر ديريكتومو او تصيفطوها للصندوق ديال البنك المغرب اللي هو تفتح الحساب ديال جمع التبرعات. وهذا الخط لا يخفى على الشعب المغربي المؤازره والوقفه والتضامن اللي الحمد لله نفتخر بالتضامن اللي كتقدموا الجاليه المغربيه للوطن ديالها وكذلك المغاربه في داخل الوطن الحبيب. اذا الى ذلك الحين نكتفوا الخوت بهذا القدر، ما تبخلوش باللايكات والبارطاج وخليو لنا الادعيه في هذا الفيديو الله يجزيكم بخير. بغيت عدد كبير ديال الادعيه ودعيوا مع خوتنا الشهداء اللي ماتوا اليوم في ليبيا والشهداء ديالنا في المغرب الحبيب وشهداؤنا يعني واحد والجنة التي يعني نوعد بها مكان واحد وربنا واحد وديننا واحد. نعم الخوت، فنترحم على جميع الشهداء اللي في ليبيا واللي في وطننا الحبيب والجرحى الله يشفيهم والمفقودين الله يسر حتى انهم يلقاهم يعني في سلامة وعافية. الى ذلك الحين استودعكم الله تصبحوا على خير، الى اللقاء.